كل مدرب دوري رئيس مركز مدير الصدفة. النهاردة اليوم 7/5 يوم مباراة الأصالة وفقا لمنظومة القرار المدير 27/23 ولعبة التنفيذية. المدير أكثر مجوار يتولى الاجتماعات في الأسفل على السيد الوزير المحافظ وشدد معالي على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لأهالينا في صدفة وفي كل المراكز بالمستندات المطلوبة تحديدا للأصالة تم عمل دورات بيها وعلمناها على المعنى الدكتوري للأصالة. كذلك فئات رسم الرسوم الجديدة 25% وسداد رسوم الفحص بالنسبة لأهالينا كله معلوم والاسعار اللي هي نزلت سواء بالنسبه للمدينه او القرى. وزي ما انتم شايفين كده مركز التكنولوجي من صباح باكر وهو مستقبل اهالينا المواطنين مع وصول المنتجات المكانيه ومركز التكنولوجي وتقديم كافه التسهيلات والدعم ليهم بالمستندات المطلوبه من كافه الجهات. وان شاء الله تعالى القانون ده يكون مشرف خير على اهالينا حافظ صوت كل محافظات مصر بتقنين اوضاع مخالفات البناء سواء اللي هي خارج الاحوز العمرانيه حتى 15/10/23 او داخل الاحوز العمرانيه حتى 17/12/23. عماد الدين عبد الحليم احمد النهارده جاي اقدم على طلب اتصال جاي اخلص اجراءات سلسه وسهله وفي تيسير عليكم. لا لسه ما دفعتش انا قدمت النص الاول انا دفعت الجزء المطلوب مني تمام مستني ادفع الجزء الثاني اشوف المطلوب مني تمام الورق المطلوب مني عبود الكتب الكلام ده كله بعد كده باذن الله. المساحه قد ايه؟ المساحه 3 × 4 مستني بس اما نطلب مني بس مصطفى النبيل بس مدير مركز التكنولوجيا والخدمة المواطنية مركز الصفة المتخصصين. بالنسبة للقانون الجديد اللي هو 187 في سنة 2023 من ناحية التنفيذية 1120 سنة 24 بصدر قانون اتصال على مخالفات لصدر محافظ خارج الحيز العمراني حتى 15/10/2023 وداخل الحيز العمراني حتى 17/12/2023. لازم عملنا اعلانات وقرارات نزلنا على صفحة المركز التكنولوجي وصفحة الوحدة المحلية المحافظة نزلت على صفحتها المستندات والإجراءات اللي مطلوبة من المواطنين اللي عملوها في التصالح. هي أول ورقة يقدمها المواطن في التصالح اللي هي شهادة بيانات ذات الولاية هي بتجيب المستندات الخاصة بيها اللي هي صورة البطاقة والبنوكي والمستندات الدالة على الملكية وصورة فوتوغرافية لل مكان ويقدم ونطلع له شهادة البيانات. بعد ما طلع شهادة البيانات يشوف الملف في مستندات تانية تستكمل في الملف طبقا للقانون ويجيب الملف كامل بصورة برضه من المستندات دي على اسطوانة السي دي عشان تتشاف على السيستم. بعد كده تمشي بشهادة التصالح في رسوم فحص وفي 25% مقابل جلدية التصالح والفلوس دي بتتحدد على حسب السعر وعلى حسب عرض الشارع طبقا لما تم طرحه على السيستم تسعير وعرض الشارع. بعد كده برضو الناس اللي هي اجراءاتها ما بتصيرش في القانون 17/6/2019 القانون القديم هي برضو بتيجي هنا وتقدم عندنا طبقا برضو استعدادات القانون القديم بما فيه شهاده البيانات عايز تتعوض الحركات تمشي عندنا برضه يعني حوالي يمكن 5000 أو أكتر شوية هم يعني بالنسبة للجدية بيعمل خاصة بيدفع الفاتحة بس ما كانش عندنا حاجه.